والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، باسم رئيس مؤسسة طار للأعمال الاجتماعي وباسم اللجنة التنظيمية، اسمحوا لي أولا أن أتقدم بالشكر الكبير للسادة المحاضرين المتدخرين الذين تحملوا عناء السفر وتركوا ما وراءهم من أمور مهنية وخاصة لتلبية هذه الدعوة لحضور معنا في هذا اللقاء العلمي حول قضيتنا الوطنية. والشكر موصول أيضا للسادة الحضور على تلبيتهم الدعوة لإنجاح هذا الملتقى الهام. كما أود أن أشكر وأن أتقدم جزيل الشكر للسيد طه بمزاع رئيس مؤسسة طار الأعمال الاجتماعي الذي وفر لنا كل الظروف والإمكانات اللوجستيكية، بل إنه تتبع معنا كل التحضيرات وكل التفاصيل ولم أجده يوما عن صدق في مثل هذه الشدة من الحرص والحزم على أن كل شيء يجب أن يكون في مستوى أهمية الموضوع الذي يتزامن مع الحدث التاريخي العظيم لمسيرة الخضراء. وهذا ليس بعزيز على شخص وعلى رجل يعشق وطنه ولا يدخر أي جهد في خدمته. إن من الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة طار أيها الحضور الكريم هي تكريس قيم المواطنة كسلوك وانتماء. وموضوع المواطنة يشتبك مع كافة الهموم الوطنية، مما يستلزم على المجتمع المدني بصفة عامة تقديم جهودهم التطوعية لشعورهم بالمسؤولية تجاه أهداف وقضايا وطنهم، ولما لا صياغة أفكار واقتراح حلول في إطار التدبير التشاركي. لقد نهج أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال خطاباته الأخيرة في نشر سياسة جديدة بين المغاربة تقوم على نقد الذات وعلى كشف السلبيات والتساؤل بصدق، هل اختياراتنا صائبة؟ وما هي الأمور التي يجب إعادة النظر فيها؟ وما هي الاستراتيجية الناجعة في العمل الدبلوماسي خاصة فيما يتعلق في الصحراء المغربية التي تعتبر قضية وجود وليست مجرد مسألة حدود؟ لذلك ارتأت مؤسسة طار الأعمال الاجتماعية المساهمة عن طريق هذا اللقاء العلمي في فتح نقاش وطني عميق يفضي بتفعيل دور الدبلوماسية الموازية كآلية مكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي. فلا يكفي القول بأن الصحراء مغربية حتى يقتنع الكل بذلك، فالقضية تحتاج إلى بذل جهود كبيرة كفيلة بإقناع كل القوى والفاعلين على الساحة الدولية والإقليمية بعدالة قضيتنا. أسأل الله تعالى لنا جميعا أن يرضى عنا، فليس بعد الرضا إلا الجنة، وأن يضيء طريقنا وأن ينور قلوبنا وأن يؤثر دروبنا لما فيه خير هذا البلد، حتى نكون في مستوى ما تتطلبه الوطنية الصادقة الملتزمة والإيجابية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أبو الحسين، قضية اليوم هي قضية كل مغرب، والجميل فيها هو أنه المغاربة كيحبوا الوطن ديالهم ومقتنعين بعدالة القضية ديالهم. واليوم هذا اللقاء ديال اليوم السبب فيه وهو واقعة السويد وما حام حولها من تداعيات اعتراف غير اعتراف، مساندات غير مساندات، خصوم وحدة الترابية. من بين أهداف فونداسيون طار الأعمال الاجتماعية وهي التربية على المواطنة، والتربية على المواطنة هي واحد الشعور بالانتماء للوطن كفضاء مشترك يمكننا جميعا باش نتمتعوا بالحقوق والحريات والعدل والمساواة والهوية، ونقتسموا الالتزامات وكل واحد منا يدير الدور تاعه كرد جميل لهذا الوطن. نخبة كبيرة من الشباب المغربي كلها بتخدم الوطن وكلها بغات تساهم في تحسين مقدسات الوطن، فقط
اننا خصنا يكون عندنا الفريق المشترك والفكره المشتركه والفهم المشترك البسيط اللي من خلاله يمكن لنا نخرطوا ونسوقوا ونترجموا ونتحدى وندافع. مؤسسة الطهر انخرطت في تفعيل الدستور والتشاركية في الدفاع على وحدة الوطن، ونتمنى بأن الناس القائمين على هذه المؤسسة يكونوا قدوة ونموذج لباقي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية اللي ممكنها تخلق لنا مؤسسات أخرى، ونكون التنافس في هذا المجال هذا. وحنا بالنسبة للناس لمؤسسة الطهر كنسأل الله تعالى أن تقبل منهم وأن يجعل أعمالهم في الصالحات، وأن يجعل الخير تاعهم للوطن تاعهم في الدنيا وفي الآخرة.